تعليقاتكم لليوم على صفحتنا على الفيسبوك. اذا نحن بنسمع كل يوم السيده فيروز هي اولكم شو بتسمع؟ اليوم اجوبه كثير هيك مهضومه. عم بيقولوا جنى عم بتقول انه هي بتحب تسمع القران صباحا، ومن بعدها اذا بدي بسمع موسيقى بسمع السيده فيروز. فيفا عم تقول عن جد سؤال بحير، انا من زمان بسال نفس السؤال، يا ريت تقولي لنا. بس بتعرفوا انا ما بعرف كمان، بيخطر لي كثير اوقات، مشان هيك طرحت السؤال لشوف انتم شو بتقولوا. بس بظن انه بتسمع اغنيه ما في حدا لا تندهي، ما في حدا من وحي الظروف. إيه معك حق والله، ممكن هذا يكون كثير كثير وارد. كمان هاجر عم تقول انا ما فيني احسن شو بتسمع سيدي فيروز، بس عم يصبحونا بالخير. هاجر من الجزائر، شكرا كثير على كلامكم الحلو. سرور عم بتقول انا بقول ما في احلى من صوت فيروز، لانه بتصور هي كمان بتسمع حالها. اجاني كثير اجوبه على فكره هيك، وعم يصبحونا بالخير لالي ولا برنامج عالم الصباح. هبه عم بتقول سيدي فيروز اكيد بتسمع العالم، هي حبيبه الكل، واحلى تحيه للبنان. امل من ليبيا، تحياتنا لكم اكيد لكل مشاهدينا بالجزائر وبليبيا ايضا. ما رح طول عليكم اكثر، خلينا ننتقل لانه التحضيرات هيك جاهزه، وانا كثير متحمسه لاشوف وين صاروا بين الطلياني وبين الاكل الطيب وكمان الشوكولا اللي ناطرينه نحن، ورشه ملح مع الشيف جوستاف والشيف نور. اوكي، الريسيبي عندي هي البيض. انا البيض بدي افصل بين الصفار والبياض. اوريدي انا بلشت افصل البياض عن الصفار، وهيدي اخر بيضه مشان نستفيد من الوقت. اوكي، طيب هلا بحط البياض بالمكنه، بدي اياه اخفقه ليصير فوم، يرجع عندي الصفار صار جاهز. اوكي، سلك حطه. اوكي، سو بيسكلي حضر كل المقادير. شو بعد عندك؟ كثير خلط كلياته مع بعضه، المواد كلياتها مع بعضها. اوكي، هي هلا الصفار، بحط الصفار وبحط معه السكر وببلش اخفق ليفوتوا ببعض. برجع اكيد رشه ملح، كثير سهله، فينا نطبقها بالبيت. وفانيلا، برجع بحركها بهالوقت، دور المكنه، خلي البياض يطلع مع يكبر. وهلا اجى وقت النيوتيلا شوكليت، مثل ما هو سقطه فوق الصفار مع السكر. اكيد غيدا حتحبها لهالريسيبي. هلا بلشت تحسها كأنها بلشت تجمد معي، بس برخيها بالبياض. بعد في عندك مواد بدها تفوت بقلبها شيء؟ بس هيدول البياض لك عن اخر شيء. البياض يو فولد ات، يعني بتقلبها تقليب فيها بالسلك، ما بقسر بس المهم ما نعبيها هواء. اوكي، برجع بسقطها بحطها بالكبيه وبفوتها على الفرن. اوكي، اكسل كثير سهله. هلا بلش البياض يطلع عندي. كثير سهلة إذا أجينا ضيوف على البيت وحابين نعمل شغلة سريعة، ونيوتيلا بعتقد كل العالم بتحب الشوكليت. إيه مع البندق. أصبك. أوكي. حط البياض بهالطريقة. أوكي. ثانك يو شيف. ببلش حرك. شو بنحكي بالطلياني؟ شو بنقول عنا هيدي الريسيبي؟ بونيسيما. نون بوسو دير نيانتي دالترو. بعتقد اخذت البول الصغير بس اوريدي بلشت تفوت ببعضها. بكون انا هلا عم حركها
شيف جوستاف شو بدك تشرح لي؟ لكن نحن رح نبلش بالبانزانيلي اللي هي مثل ما قلنا فتوش تبع تسكني. الخبز القديم قديم يومين ثلاث ايام، بقطعه بطريقه تكون متساويه، وعنا بالمطبخ في حال شفتوا قطعه منا ظابطه، شكلها مش ظابط، حجمها مش متناسب مع القطعه الثانيه، بكل بساطه بتاكلوها وبتخفوا اثار الجريمه. فاللي حاعمله هلا بالمقليه الخبز رح احطه هون، بدي اقليه. عاده الريسيبي الاصليه هي بحطوها بالفرن، بشقفوا الخبز وبحطوه بالفرن بينشفوه بعدين بيرجعوا بيسقطوه. انا رح اعمل حيله جديده. هلا كل الناس بتسكني عم يرفع حواجبهم لفوق انه شو عم بيصير. يلي عم بعمله هلا عم زد له زيت الزيتون وما بخلي شيء يقفي، يعني بكون كريم عليها لحتى لها ياخذ الخبز زيت الزيتون وبقلبها. بدي اقلبها تصير ذهبيه لونها. بالنسبه للكميات دائما بتعملوا حسابكم انه كميه الخبز هي نفسها كميه البندوره اللي بدنا نحطها. انا بتتذكروا قبل حطيت البندوره مع تتبيلتها وناطر لحتى لها تطلع العصائر كلياتها من البندوره، فبالتالي هاي عم قلي الخبز، عم قلي الخبز على نار متوسطه، ما بدي احرقهم وما بدي اياهم ينشفوا، بدي بالنهايه الخبزه تضل اذا كبستها شوي تضلها تنكبس، ما بدي اياها تحجر، ما بدي اياها تصير قاسيه. هلا في بعد خدعه ثانيه رح اعملها بالبانزانيلي بالخبز. الخبز هلا لما بدنا نحط عليه الصوص يمكن يرجع يطرى كثير وما يعود يخشخش، وانا حابه يقرش، فمحضر له خدعه ثانيه. في حال حسيت انه الزيت ناقص فيني ضلني زيد شويه زيت. هلا انا تقريبا زيتيتهم صح، بقدر ضلني زدهم شويه زيت للقطع يلي حسيتها ما امتصت. هني على النار عم قلبها. ليك ما رزا شايف كيف الخبز صار. بدي فرجي انا كيف صار عندي النوتيلا قريب للفوندون، بس هيدا ما فيه طحين. شو كيف صارت؟ اوكي فيري جود. بس خلطت البياض صارت طريه، لانه قبل البياض كانت كثير جامده. اوكي تمام. لكن نرجع للخبزات، الخدعه الثانيه الخدعه الثانيه هي البارميزان يلي بيرشو. رح احط لها بارميزان، والبارميزان اللي رح يعمله انه رح يدوب ورح يلزق بالخبزه ورح يغلفها ويخليها من برا تضلها مقرمشه ومن جوا رح تضلها طريه. فلما بزيد عليها انا البندوره رح تضلها شوي عم تقرش حتى ولو بعد ما نقدمها. هي دائما هذه بتنعمل يعني اكل اكثر الاكل الطلياني بينعمل اخر لحظه، يعني دائما بيتقدم بيتحضر بيتقدم بساعه الساعه، وهيدي منا يعني اكسبشن على القاعده. من القديم ريسيبي كثير قديمه، كانوا الفلاحين والعاملين لانه عندهم خبز احيانا بيعتق احسن ما يكبوه ويرموه مثل ما نحن بنعمل بالفتوش. الخبز العتيق بنرجع بنستخدمه وبننزله بسلطه طيبه خفيفه. هلا صار عندي هيدولي لونهم حلو ومقرمشين، ولكن بنفس الوقت ما نشفوا على الاخر، ما بدي اياهم ينشفوا على الاخر، لكن على نار بطيئه وخفيفه. هون حضرتها، هلا فيني انا اتركها لتبرد على جنب، ولكن بقصر الوقت رح طبقهم على بعضهم، ولكن انتم بتتركوهم ليبردوا منيح قبل ما تسقطوهم مع بقيه البندوره اللي حضرتها. أنا هلا هون سوري شيف ثواني انا برجع بعطيك الهواء، بس هاي عندي هون البندوره، البندوره عطت بعد عصائر زياده ظهرت لبرا. هلا انا بزيد هالخبزات على البندوره ورح اخلطها. هلا لما بتخلطوها بدكم تتركوها ترتاح، ولما بتتركوها ترتاح رح تشوفوا اذا ضل في عندكم عصير بكعب الصحن ولا لا. في حال راح العصير كلياته بترجعوا بتزيدوا خل العنب الاحمر وزيت الزيتون لحتى لا يضل في عنا تحت بكعب الجات عنا دائما صوص.
فكمان قبل ما تقدموها بتعملوا لها تيستينج، يعني نرجع مندوقها شوي منشوف اذا بدها ملح او بدها بهار لحتى لنتاكد. فهاي انا بالنسبه لإلي هلا بدنا نقدمها. انت رح تحطي هدول بالفرن، صاروا جاهزين، بنخبز على حراره 160 15 دقيقه وحسب كل فرن بالبيت. هلا صارت جاهزه واكيد ما بطوف الراميكان على الاخر، بخليها شوي ناقصه لانه اوريدي بالفرن بدها تقب معي. فهون لكان صارت شبه جاهزه، رح اخذ الصحن اللي بدي اقدم فيه، منفضي السلاد تبعيتنا. هيدي السلاد بفلورنس بالصيف موجوده على كل طاوله، ولا تعتبر السفره كملت بفلورنسا اذا كانت هيدي ناقصه البانزانيلي. فهلا حطيتها هون، رح اعمل لها كمان لاتاكد انها من برا عم تلمع، بقدر كمان ارجع احط لها شويه زيت زيتون، يعني نحن دائما بنتكرم بزيت الزيتون. وهي رشه بارميزان وصارت هيدي جاهزه بالنسبه لنا كسلاد بانزانيلي من فلورنس. الشغله الثانيه اللي رح احضر لكم اياها هي الباستا. الباستا انا اوريدي طبختها حضرتها، هي على العلبه مكتوب 13 دقيقه، انا خبست سويتها بس 12 دقيقه لانه بدي ارجع كملها تحضيرها مع بقيه الصوصز. ف باخذ مقليه وهون لحط شويه زيت زيتون، وعلى زيت الزيتون رح سقط فوقها التركي بيكن يلي قصقصته. استخدمت التركي بيكن لانه حبيت انه زيد لطعمه السموكينج يلي بتكون فيها. فمنبلش مدخن مدخن، ايه بدنا طعمه التدخين يلي فيها. رح اقوي النار شوي. بذكر انه نحن دائما بنعمل ريسيبي سهله نقدر نطبقها بالبيت، يعني ما يكون في شيء صعب، او بنقدر المواد الاوليه هذه اللي نحن عم نستعملها نقدر نشوفها بالسوبر ماركت ونجيبها. اكيد. فهلا يلي رح اعمله هو التالي، انا اوريدي قطعت الكوسه وقطعت فليفلي الحمراء، وهيدولي هلا مجرد هيدي تبلش تحمر ما بدي احرقها، بتسقط كل شيء فوق منها، يعني بدي بلش سقط الاشياء فوق منها. اكيد هاي بتبلش تحمر وعم باخذ الطعمات. هلا في حال مثلا في ناس بيقول لك عم بيكون فيها كثير دهن، ما بدي كثير فيها دهن لانه اكيد طيب. البيكن بيطلع دهن. نحن هلا حنطبقها ايه وبنرجع بنروح رح فرجيهم هالخدعه السريعه. على السريع لقينا انه في كثير دهن بيسعون على جنب. الدهن اللي موجود هون بجيب ملقط مع كلينكس بلقطهم هيك بنشف الدهن الزايد. ها وهاي شلت الدهن الزايد هون رح سقط هلا فوقهم. اوكي نحن حنطبقها بنروح عند غيدا هلا وبنرجع بنكفي بعد عنا 15 دقيقه بكون خلصت الرسمه. اكيد نحن ناطرينكم. نحن كمان ناطرين على نار، مش بس الباستا على النار. رح نتابع بعد لحظات، اكيد خليكم معنا.